السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. هذا أنا الدكتور محمد صفحي وزميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نتابع شرح المهارات الأساسية في التوجه والحركة من خلال مهارة اكتشاف الغرفة غير المألوفة أو الغرفة المألوفة. طبعا هي إحدى المهارات المهمة للشخص الكفيف بحيث أنه يتنقل بأريحية داخل المنزل وبكل استقلالية. ففي أشياء لابد أو معلومات لابد للشخص الكفيف أن يتعرف عليها قبل البدء في التدريب على هذه المهارة. أول نقطة، حجم وشكل الغرفة. هل الغرفة كبيرة أم صغيرة؟ هل هي مربعة أم مستطيلة؟ كذلك نوع الغرفة وطبيعة استخدامها، هل هي غرفة نوم أم غرفة معيشة أم مطبخ أم دورة مياه؟ طب الكرامة. كذلك كل هذه المهارات تساعد في تحديد محتويات الغرفة. كذلك لابد من تحديد مكان الباب في الغرفة، هل هو في الوسط أم في الزاوية؟ لأن الباب هو نقطة البداية أو نقطة بداية التدريب في هذه المهارة. يجب عند تدريب الكفيف على هذه المهارة مراعاة ما يلي: أولا، التركيز على النواحي المهمة في الغرفة. فمثلا غرفة النوم لابد من الإشارة لمكان السرير، مكان الدولاب، إذا كان في مكتب، إذا كانت في أريكة. محتويات الغرفة بالنسبة للشخص الكفيف مهمة إنه يتعرف على جميع محتويات الغرفة أو المحتويات الموجودة داخل الغرفة. كذلك البساطة في الوصف، حاول إنك تبسط المصطلحات أو تبسط شرحك للشخص الكفيف. كذلك اترك له الفرصة لاكتشاف الغرفة بنفسه وبخطواته، يتعرف على أماكن الأشياء الموجودة. بالنسبة للطفل الكفيف اللي راح يدخل للمدرسة، فهناك نقاط لابد من مراعاتها، وهي: في أول يوم دراسي لابد من اصطحاب الطفل من عند باب المدرسة ومرافقته إلى فصله الدراسي. عند وصول الطفل إلى غرفة الفصل يستحسن الآتي: وقوف الطفل على باب الفصل ووجهه للداخل وإعطائه وصف عن حجم الغرفة، هذا الكلام اللي تكلمنا عنه مسبقا. كذلك محتويات غرفة الفصل شفهيا، لابد من شرح محتويات الفصل ومحتويات الغرفة بشكل شفهي. كذلك مرافقة الطفل إلى كل شيء ثابت في الغرفة كالطاولة أو مكتب المعلم أو دولاب الكتب. ومن الأشياء المهمة أن تترك الطفل يكتشف هذه الأشياء من خلال النقر عليه لميزها بالصوت. كذلك يعود الطفل إلى موقعه عند باب الفصل ويسير نحو محتويات الغرفة، ويطلب منه السير نحو شيء معين، ثم يعود من حيث بدأ باب الفصل أو نقطة البداية. يتم اختيار نقطة بداية أخرى كمكتب المعلم مثلا، ويبدأ في التعرف على الأشياء ثم العودة إلى نقطة البداية، وهكذا حتى يتعرف على محتويات الغرفة. فمن الأشياء المهمة في اكتشاف الغرفة لابد من تحديد نقطة البداية اللي يستطيع أن يبدأ فيها الشخص في اكتشاف ما حوله من الأشياء، ثم العودة إلى نفس نقطة البداية. اتخاذ الاتجاه، طبعا تهدف هذه المهارة إلى تمكين الكفيف من توطيد علاقته بالبيئة المحيطة به وتحديد مكانه فيها على نحو واضح من خلال الاستعانة بالعلامات المميزة والأشياء الثابتة أو المؤشرات الموجودة في اتجاهه. فمثلا الحواف المستوية للأشياء الثابتة، الحوائط، الأبواب، النوافذ، الأرصفة. كذلك المؤشرات والأدلة السمعية كاتباع صف من النوافذ، الاستعانة بالصوت المنبعث منها، أصوات السيارات. كذلك
مصادر الضوء المرئية كاتباع خط من المصابيح على الطريق، وأمام الشخص طريقين لتحديد أو لاتخاذ اتجاه، إما الطريق العمودي أو الطريق الموازي. نشكر لكم حسن استماعكم ونلتقي في محاضرة قادمة.